بسم الله، تمارين حول درس الزوايا المحيطية لمستوى السنة الثالثة إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 6. نعتبر الدائرة سي التي مركزها O وشعاعها R. القطعة PM قطر في هذه الدائرة. النقطتان R و Q من الدائرة C، بحيث المستقيم OR عمودي على المستقيم PM في النقطة O. الشكل ديالنا هو هذا اللي غادي نشوفه. يلا الآن انقل التمرين في دفترك ثم أنجزه. سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل. السؤال ديال التمرين هو هذا: بين أن نصف المستقيم QER هو منصف الزاوية MQB. إذا سوف تثبت بالبرهان أن نصف المستقيم QER هو منصف الزاوية MQB. يلا سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل. كالعادة أوقف تشغيل الفيديو ريثما تنتهي من إنجاز التمرين. يلا سأنتظرك. صافي انتهيت، يمكن نبدأ عملية التصحيح. يلا على بركة الله نشوفوا التصحيح. الشكل ديالنا هو هذا. سنبين أن نصف المستقيم QR هو منصف الزاوية MQP. يلا كيف سنبدأ؟ يلا لاحظ معي الزاوية MQR، يمكننا نمشيو ونبحثو على القياس ديالها، أليس كذلك؟ ونعاود تاني نمشيو ونبحثو على الزاوية PQR. ولو وجدنا القياسين متساويين فإن المستقيم أو نصف المستقيم QR هو منصف الزاوية MQB. إذن خطتنا تقتضي حساب قياس الزاوية MQR ثم حساب قياس الزاوية PQR. يلا نبدأ بالزاوية MQR مثلا. نعم، هذه الزاوية ما هو وضعها بالنسبة لهذه الدائرة السي؟ فعلا الزاوية MQR هي زاوية محيطية في الدائرة السي. ما هي القوس التي تحصرها؟ نعم، الزاوية المحيطية MQR تحصر القوس MR. انظر الآن إلى الزاوية MOR، ما هو وضعها بالنسبة لهذه الدائرة؟ مزيان، الزاوية MOR زاوية مركزية في هذه الدائرة، ما هي القوس التي تحصرها؟ نعم، تحصر القوس MR. يلا الآن ما هو وضع الزاويتين MQR و MOR، أو ما هي العلاقة التي تربط بينهما؟ فعلا الزاوية MQR زاوية محيطية مرتبطة بالزاوية المركزية MOR. تبقى انظر إلى الزاوية MOR، كم قياسها؟ فعلا هي زاوية قائمة. لاحظ جيدا رمز التعامد. إذن هذه الزاوية قائمة، بمعنى أن قياسها نعم 90 درجة. إذن كم سيكون قياس الزاوية MQR؟ ونحن نعرف خاصية مهمة جدا تربط بين قياس الزاوية المحيطية والزاوية المركزية المرتبطة بها. نعم، ماذا قلنا في هذه الخاصية؟ صحيح،
قياس زاوية محيطية في دائرة يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها. إذا ما دام قياس الزاوية MOR هو 90 درجة، فكم سيكون قياس الزاوية MQR؟ نعم، قياس الزاوية MQR بدوره سيكون هو نصف 90 درجة، أي 45 درجة. متفقين؟ يلا نكتب هذا الجزء من البرهان ثم نواصل. عندنا MQR زاوية محيطية في الدائرة سي، و MOR زاوية محيطية أو مركزية مرتبطة بها. أعتذر، هنا سأكتب زاوية مركزية. إذا كما ذكرت، MQR زاوية محيطية في الدائرة سي، و MOR زاوية مركزية مرتبطة بها. أني صحيح الآن. وحسب الخاصية فإن نكتب العلاقة الرياضية بينهما، أي MQR تساوي ماذا؟ نعم، تساوي MOR على 2. هذه هي العلاقة الرياضية بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية المرتبطة بها. وعندنا OR عمودي على MP. إذن قياس الزاوية MOR يساوي 90 درجة، وبالتالي فإن MQR تساوي 90 درجة على 2، أي MQR تساوي 45 درجة. واضح؟ نواصل. إذا قلنا قبل قليل أن MQR قياسها هو 45 درجة. نمشيو الآن للزاوية الأخرى PQR. شوف واش يمكن لك تقوم ببرهان حول قياس هذه الزاوية. يمكن لك تعاود تاني توقف تشغيل الفيديو حتى تحسب لي قياس الزاوية PQR. يلا انظر معي إلى الزاوية PQR. ما هو وضعها بالنسبة لهذه الدائرة؟ نعم، كالعادة هي زاوية محيطية في هذه الدائرة. نعم، ما هي الزاوية المركزية المرتبطة بها؟ نعم، الزاوية المركزية المرتبطة بها هي POR. كم قياس هذه الزاوية POR؟ نعم، قياسها 90 درجة ما دمنا نرى رمز التعامد. متفقين؟ إذن قياس الزاوية PQR يساوي ماذا؟ نعم، يساوي 45 درجة. إذن كما ترى قمنا بنفس البرهان اللي انجزنا قبل لحظات. إذن غادي نعود البرهان مع ذلك بالرغم من سهولته. يلا انظر معي، عندنا PQR زاوية محيطية في الدائرة السي، و POR زاوية مركزية مرتبطة بها التي قياسها 90 درجة. تلاحظ أننا اختصرنا البرهان مقارنة مع البرهان السابق، ومنه فإن PQR تساوي 45 درجة. واضح؟ ونعلم، نعود نتذكر النتيجة السابقة، MQR تساوي 45 درجة. واضح؟ إذا نحيد الشكل ديالنا السابق ونعوضه بهذا الشكل اللي فيه رمز التقيس وقياس كل زاوية من الزاويتين اللي برهنا على قياسهما بوضع القياس في الشكل، أي 45 درجة بالنسبة لكم MQR و 45 درجة بالنسبة لكم PQR. هنا يتضح بشكل جلي أن نصف المستقيم QR هو ماذا بالنسبة للزاوية MQP؟ نعم، هو منصف الزاوية MQP ماذا ما يحدد عليها زاويتين متحاذيتين متقيستين اللي هما MQR و PQR. نكتب ذلك. إذن PQR أو قياس الزاوية PQR يساوي قياس الزاوية MQR، ومنه فإن نصف المستقيم QR
هو منصف الزاوية ام كيو بي. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.